تطالبون بإقالة مدراء الدوائر الفاسدين اليوم في محافظة نينوى؟ والله شيء أكيد نطالب بإقالتهم جميعا، يعني اللي متعاونين مع المحافظ اللي اتهم بتهمة الفساد يجب علينا مو انقل المحافظ فقط، انما كل من يتعاون مع المحافظ. طبعا احنا كشعب موصلي ومحافظة نينوى حالنا حال بقية مدن العراق، نعاني من ازمات كثيرة من ضمنها الفساد المستشري بدوائر الدولة بصورة عامة. اكيد احنا نطمح انه تتغير بمدراء اكفاء يساهمون بايصال خدمات للناس. يعني عندنا مشاكل خلينا نقول جمة من ضمنها خلينا نقول الجسور مشكلة كبيرة عندنا، يعني بالإضافة بإقالة مدراء الدوائر ومحاسبتهم على هذا. احنا صراحة من مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، يعني المحاصصة الحزبية يعني الطائفية مختصين. اكيد اكيد، يعني خلينا نقول تدرج وظيفي، عنده خبرة عنده كفاءة، سواء كان مدير اي دائرة كانت، سواء صحة ما الى اخره، يكونون خلينا نقول من خيرة الموجودين باختصاصاتهم. اللي عليهم مؤشرات، اللي عليهم مؤشرات فساد اكيد احنا نطالبهم، هذه امنية الشعب ومحاسبتهم قانونيا من باب يعني خلينا نقول يكون عبر الغير، ومن امن العقاب ساء الادب. كثير منهم يشوف ماكو محاسبة، ماكو قانون، اكو جهات تحمي ما اخذ راحته، سواء اذا مقاولات او تدري انت الابواب الاخرى اللي موجوده خلينا نقول بالعراق بصوره عامه. احنا يعني طالب باقاله مدراء الفاسدين بس، يعني ماكو مدراء، اكو مدير يعني يشتغل لصالح الموصل بس اكو لا، بس الفساد عنده وهدر المال العام. يعني يعني اليوم اهل الموصل طالبين باقاله مدراء الدوائر. طبعا طبعا، لا اللي صار هذا ما قليل، يعني بالموصل من 3 سنوات ايام داعش وحاليا هالسائل مال العباره ومال الانفجارات. احنا نريد نعيش، يعني شباب ما شفنا شيء بحياتنا، كلها فساد وبوق وهدر مال و مكانه. طبعا شيء اكيد، احنا اذا طلع الفاسد غير نجيب واحد مكانه يعني يشتغل، ما نجيب واحد فاسد بعد اكثر. والله يعني ايش ما ادري الحكومه، يا تسمعك يا ما تسمعك، اقول لا حول ولا قوه الا بالله، ونتمنى ان شاء الله جبنا يعني مدراء يعني يحسن وضع المدينه ونشوف الحال الشعب هذا تعبان. باسمي وباسم اهل محافظه نينوى نطالب باقاله مدراء دوائر نينوى الذين يعني كانوا لهم دور كبير في الفساد وفي انهاك هذه المحافظه، ومن منبرك ومنبر الموصليه نطالب باقاله مدراء الفساد واستبدالهم بمدراء يعني اكفاء نزهاء يشعرون بمعاناه المواطن والمواطنين في محافظه نينوى. ونطالب الحكومة المحلية الجديدة بتوفير خدمات وإصلاحات وبناء الموصل القديم المنكوب ويعني والجسور، وهذه يعني الفساد المستشري في بمحاسبتهم، طبعا بمحاسبتهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام الشعب العراقي.